السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبات وطالبات الصف الخامس الابتدائي. موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل ملحق كتاب الجيم 2024، بداية من بيج 3737، exam number 4. نبدأ بسم الله تعالى، نبدأ بنص الاستماع listen and write true or false، يعني استمع واكتب صح وخطأ. عندي في number 1 بيقول لي دارين's father is a vet، يعني والد دارين بيكون طبيب بيطري، طبعا هو كرافتسمان يعني حرفي. فولس خطأ، يبقى دارينز فاذر از افيت، طبيب بيطري، لا هو كرافتسمان حرفي. يعني حرفي. سؤال نمبر 2، دارين wants to be a craftswoman، يعني دارين تريد ان تكون طبعا حرفية. ترو صحيح. سؤال نمبر 3، she likes making beautiful boots from clay، يعني هي بتحب صناعة الأشياء طبعا الأواني الجميلة أو صناعة الأواني الجميلة from clay، من الصلصال. ترو صحيح. بعد كده السؤال نمبر 2، listen and complete، استمع واكمل. هدايا ملك is a very famous Egyptian، طبعا تايكواندو player، هي بتكون لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة، يبقى هنا تايكواندو player. Number 2، she carried the Egyptian، هي حملت طبعا flag، Egyptian flag، العلم المصري بنا flag، at the Tokyo Olympic Games، في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. بعد كده number 3، she began practicing، هي بدأت طبعا التدريب أو التمرين التايكواندو at the age of 7، في عمر السبع. هنا بقى number 3 عندي تايكواندو. Number 3, choose the correct answer from A, B, C, or D. How؟ هنا طبعاً how often، كم عدد المرات؟ لأنه قال له it doesn't often rain in Cairo، يعني غالباً الجو لا يمطر في القاهرة، يبقى how often، كم عدد المرات؟ سؤال number 2, what's your favorite؟ طبعاً هنا قال له mangoes، يتكلم عن الطعام، يبقى what's your favorite food؟ drink طبعاً يشرب، sport رياضة، meal وجبة. سؤال نمبر 3، farmers in ancient Egypt، يعني الفلاحين في مصر القديمة grew، زرعوا grains، الحبوب طبعا like مثل wheat، القمح and corn، والذرة. animals حيوانات، vegetables خضروات، fruits فاكهة. السؤال نمبر 4، where they، طبعا ده سؤال في الماضي المستمر was or where، والفعل والverb plus ing، الفعل مضاف له ing بقى where they writing، هل هم كانوا بيكتبوا طبعا البوينز القصائد يصر دي ايفنينج في مساء امس، ده ماضي مستمر، حدث تم في نقطة زمنية معينة في الماضي. يبقى عندي was او were والفيرب الفاعل والفعل مضاف له اي ان جي، يبقى هنا رايتنج. بيج 38 read and match USB. Number 1، we have a nice variety، يعني لدينا طقس متنوع. الإجابة عندي B of weather in Egypt، يعني طبعا لدينا طقس متنوع في مصر. سؤال نمبر 2، the living things، يعني الأشياء الحية in a rock pool، يعني في طبعا بركة صخرية. الإجابة عندي D، R بتكون مثل السمك، وكمان الكرابس السرطانات أو الكابوريا، and seaweed والأعشاب البحرية. سؤال نمبر 3، ايكوتوريزم، السياحة البيئية، الإجابة عندي A، helps local people، بتساعد الناس المحليين. السؤال نمبر 4، I love solving problems، بحب حل المشاكل، طبعا I want to be a computer programmer، أنا أريد أن أكون مبرمج كمبيوتر. Number 5، read the text and answer the question. بقول لي one day، ذات يوم، أو ذات أو في ذات يوم، my family and I were driving through the desert to visit my cousins or my cousins. طبعا ذات يوم كنا أنا وعيلتي نسير في الصحراء، هنا طبعا بنسير في الصحراء خلال الصحراء، طبعا لزيارة مين؟ لزيارة أبناء عمومتي. بقول لي كمان after، بعد 20 minutes، بعد 20 دقيقة، 20 دقيقة. I looked out of the window and saw a sandstorm. بقول لي طبعا ان انا نظرت من النافذة ورأيت عاصفة رملية. There was a lot of sand of the air in the air outside. كمان ان كان هناك كثير من الرمل في الهواء خارج السيارة. And it was very difficult to see. وكمان من الصعب جدا ان احنا نشوف او نرى.
وي كلوزد اول، نحن اغلقنا كل الايه النوافذ الشبابيك يعني عشان ايه. But it was now very dark. ولكن الظلام كان مظلما جدا، يعني الجو كان مظلم جدا. My father moved the car off the road. يعني طبعا والدي اخر طبعا وقف السيارة عن الطريق او بعد عن الطريق او وقف عن الطريق. وكمان عمل ايه and we stopped، وكمان توقفنا. We didn't see any cars on the road، وكمان لم نرى طبعا اي احد على او اي سيارات على الطريق. We didn't see any cars on the road، لم نرى اي سيارات على الطريق. Suddenly فجأة the sandstorm اللي هي العاصفة الرملية moved away، العاصفة الرملية دي اللي حصلها طبعا ايه انتقلت بعيدا او راحت بعيدا، انتقلت بعيدا او مشيت يعني. We saw the sun again، كمان رأينا الشمس مرة اخرى. And drove on through the desert، وكمان سافرنا عبر الصحراء، وسافرنا عبر الصحراء. نشوف معنا ال choose the correct answer from ABC or D. This text has a nose is about عن sandstorm اللي هي طبعا العاصفة الرملية. Climate change تغير مناخ. Nightmare كابوس traffic حركة المرور. طبعا عندي هنا number 2 the underline words، الكلمات اللي تحتها خط ديت اللي هي were driving يعني كنا نقود، كنا نقود او كنا نسير. mean تعني going الذهاب طبعا بالسيارة. answer the follow question يعني اجب عن الاسئلة التالية. السؤال الاول بيقول لي where they going يعني اين كانوا طبعا ذاهبون. طبعا they were going to visit their cousins، هم كانوا ذاهبين الى زيارة ابناء عمومتهم. السؤال نمبر 4، سؤال نمبر 4 بيقول لي how did they keep safe يعني كيف ابقوا امنين، بقوا امنين ازاي. they closed، هم اغلقوا all كل the windows النوافذ او الشبابيك. بعد كده عندي بيج 39 39 reorder رتب the words الكلمات to make لكي تكون correct sentences يعني جمل صحيح. هنبدأ دايما بالفاعل، فاعل جامع يبقى ناخد were، لو الفاعل مفرد بناخد was أو was. they were والverb plus ing ده طبعا في الماضي المستمر يبقى they were listening، كنا نستمع to music للموسيقى. بعد كده السؤال نمبر 2 أداة استفهام فعل مساعد والفاعل وباقي الجملة عندي. What is the recipe for بسبوسة، ما هي الوصفة للبسبوسة أو مكونات البسبوسة يعني. بعد كده السؤال طبعا نمبر 3 how about، السؤال اقتراح بيجي بعد منه الفعل مضاف له ing. how about ماذا عن شراء some بعض tomatoes الطماطم. السؤال نمبر 4 الفاعل mustn't او must والفعل في الماضي يبقى you mustn't لا يجب طبعا او ممنوع ان انت تمشي walk المصدر on the grass على العشب او الحشائش. بعد كده البنك with the following الاي كابيتال والسي كابيتال عشان دي طبعا اسم مدينه يبقى I live in Cairo، عايش في القاهره. بعد كده اخر حاجه عندي في بيج 39 39 بيقول لي رايت تكست، اكتب النص of 40 words من 40 كلمة أو يتضمن 40 كلمة. words using باستخدام the following guiding elements العناصر المساعدة. your favorite clothes يعني ملابسك المفضلة. what are they how do they look يعني ماذا تكون أو ما هذه أو ما هي. how do they look يعني طبعا كيف تبدو. my favorite clothes is wearing يعني ملابسي المفضلة بتكون هي ارتداء the جلابية is a white robe يعني بيكون رداء أبيض. it's made of cotton يعني مصنوع من القطن. it has hidden pockets يعني به جيوب مخفية. and long sleeves وكمان أكمام طويلة. ممكن نقول كمان it keep هي تبقينا it keep us cool منعشين أو رطبين at hot weather في الطقس الحار. I like to wear جلابية أنا بحب أرتدي الجلابية. ممكن نزود عليها ممكن نقول مثلا إن هي به جيوب مخفية. كمان you can't see ممكن برضو إيه تقدرش تشوفهم طبعا إيه من الخارج. ممكن برضو نتكلم نقول الجلابية برضو جلابية جلابية الجلابية. نتكلم عن الجلابية عذرا هي في اي واي جلابية
ممكن نقول is تكون a traditional. traditional Egyptian clothes. ممكن نكمل فوق، ممكن نقول تاني، نكتبها تاني، جلابية. جلابية is a traditional Egyptian clothes، يعني ملابس مصرية تقليدية، مصنوع من it's made مثلا from cotton. It has hidden pockets. ممكن كمان نكتب كمان it's أو it، ممكن نكتب it has يعني بها. It has got hidden pockets يعني بها جيوب مخفية. ممكن نكمل كمان ونقول you can't see them from outside. you can't see، لا يمكن أن تراهم، them from يعني من outside من الخارج، outside من الخارج. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.